فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح تعريف الشرك الأكبر بهذا التعريف، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه في الاعتقاد؟ هذا تعريف ملتبس وصعب. التعريف الواضح: الشرك الأكبر هو عبادة غير الله. الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، هذا هو السهل الواضح المبني على الأدلة. نعم.